إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن تصنيف المراهقة، تصنيف مراحل النمو في المراهقة وفق ما يلي: المراهقة المبكرة تقريبا من 10 سنين إلى 14 سنة، أيضا المراهقة المتوسطة من 14 سنة إلى 17 سنة، أيضا المراهقة المتأخرة من 18 سنة إلى 19 سنة. أيضا يوضح الجدول المراحل الرئيسية الثلاثة للمراهقة وفق الأنواع التغيرات الثلاثة التي تتضمن، مثل النمو البدني، أيضا النضج البيولوجي الجنسي ممكن يكون موجود، أيضا التغير النفسي والاجتماعي وفق الطبيعة البيولوجية الجسمية. وإن شاء الله راح نفصل أكثر في الدرس القادم عن الجدول النمو المراهق وتصنيفات المراهقة أكثر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.